دكتور طارق، يعني كما نتابع طبعا واضح ان بنسلفانيا ولايه يعني بتسارع عليها الحزبان والمرشحان. خليني اسال حضرتك عن فكره بس الحضر. بنسلفانيا كمان بيزيد عليها التسارع والتارجح في الاتي، في انه فيها شريحه اليهود قطاع يعني لا يقل عن 400,000 يهودي تقليديا كانوا يصوتون للحزب الديمقراطي، لكن في هذه الانتخابات واضح ان دونالد ترامب نجح في جذب يعني نسبه منهم ستصوت له. هو كان في يعني تعليقات وتصريحات انه اليهود لم يدعموا بشكل كاف كمالا هاريس. المفارقه لاول مره انه يتفق العرب واليهود الامريكان على هذا التوجه وهذا السلوك اللي فيه انقسام، لا يعني منقسمين في اختياراتهم، يعني قطاعات ستنتخب دونالد ترامب وقطاعات ستنتخب كامالا هاريس وقطاعات ستنتخب رئيسة الحزب الخضر أو قطاعات ستمتنع أو هذا التباين لأول مرة يحدث، وذلك سمت جديد في هذه الانتخابات 2024. تفسيره هو أنه يعني هذه المقاربة من قبل دونالد ترامب وقدرته على تحقيق نجاحات اقتصادية وإحساس المواطن الأمريكي أنه يعني عانى الأمرين نتيجة حرب أوكرانيا ودفع الضرائب وارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار السكن وأسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء. هذا الضغط، لأنه البعض بيعتبر أنه الاقتصاد هو المرشح الثالث، جعل الكل يعني متقبل ولديه استعداد لكي ينتخب دونالد ترامب، ولكن التخوف على الفكرة الديمقراطية والتشكيك والانتقال السلمي للسلطة وهذا الميراث الديمقراطي الذي يربو على 240 عاما يجعل البعض متشككا في دونالد ترامب ويريد التأكيد على يعني الفكرة الديمقراطية بانتخاب هاريس. موقف اليهود تحديدا في هذه الانتخابات هل له علاقة بالحرب في غزة؟ يعني الحرب في غزة هي حرب يعني لن يفرق كثيرا سواء كان دونالد ترامب متواجد، جو بايدن، كامالا هاريس، لأنه ذلك الدعم اللامحدود للإسرائيلي موجود أيا ما كان الحزب الحاكم، ولكن المقاربة بتختلف، الأسلوب يختلف. الديمقراطيين عودونا على اللياقة الدبلوماسية، التصريحات المعسولة، لكن دونالد ترامب مقاربته فجة وصريحة وهي المباشرة والوضوح. لذلك تحدثت عن موقف اليهود. نعم. حضرتك قلت 400,000 يهودي في هذه الولاية. نعم.